عبد القادر مساهل يجتمع بوفد من الزنتان في الجزائر للدفع بالحلول التوافقية للأزمة في ليبيا. استمرار وعودة العائلات تدريجيا إلى بعض الأحياء بسرت بعد تحريرها من تنظيم الدولة. إدانات محلية ودولية لحادثة اختطاف عميد بلدية سرت ومرافقيه. الثالثة بتوقيت العاصمة الليبية طرابلس، وهذه نشرة الأخبار، أهلا بكم. ناقش وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل الأحد مع وفد يمثل مدينة الزنتان برئاسة وزير الدفاع الأسبق أسامة جويلي، ناقشوا كيفية الدفع بالحل السياسي التوافقي. وتقدم الوفد بعرض حول الوضع السائد في ليبيا والسبل الكفيلة بتسوية الأزمة. من جانبه أكد مساهل على الموقف الثابت لبلاده في دعم الحل السياسي واحترام سيادة ليبيا وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. ومعنا عبر الهاتف من الجزائر مصعب الحمودي، محلل سياسي ومهتم بالشأن الليبي. سيد مصعب، الجزائر تؤكد لوفد الزنتان موقفها الثابت للتسوية السياسية في ليبيا، ما أبعاد ذلك على المشهد السياسي الليبي، كذلك العلاقات الثنائية بين ليبيا والجزائر؟ نعم، فقط لتصحيح، انا من باريس وليس اتكلم من باريس وليس عذرا على هذا الخطا سيد مصعب، وسالتك عن ابعاد لقاء وفد زنتان بالجزائر على المشهد الليبي. نعم، هو يعني ياتي ترسيخا للمبدا يعني الاولي والمبدئي للجزائر الذي اعلنته منذ الوهله الاولى، وانها يعني تقف مع الوفود الشرعيه وليست لها ميول لا لتسليح حفتر او جماعات غير شرعيه. يعني هذا لحد الان هو الترسيخ له في المنطقه التونسيه الجزائريه المصريه. يبقى أن هناك بعض المعطيات مكتملة وسننتظر كمالها نستخلص ونستشرف الموقف النهائي للجزائر ولتونس ولمصر في نفس الوقت، والأمر يتعلق خاصة بالموقف الأمريكي والروسي. الجزائر موجودة على المحك بين التقليدي للتوجهات الروسية التي في نفس هي بحد ذاتها تميل إلى مطروحات حفتر، بينما هناك الولايات المتحدة الأمريكية التي أبدت موقفها الأولي في عهد ترامب وهو موافق للموقف الحالي للجزائر، لكن قد تكون محاورات ومشاورات بين موسكو وواشنطن تغير من هذا الموقف. يعني لحد الأطروحات الأولية هي مشجعة، هي تمشي في المبادرات الإقليمية كذلك الدولية المقدمة لليبيا للوصول إلى تسوية سياسية، ما حدود هذه المبادرات؟ هناك مبادرات، هناك المبادرات الإقليمية، فهناك المبادرة المصرية الجزائرية التونسية، هناك مبادرة الأمم المتحدة، وفي نفس يعني هناك ليبيا يعني ثنائيه، فمنها مثلا ما سيخرج به قريبا سيد السراج في حد ذاته، هناك مبادره اخرى يقترحها السيد الطلابي، ولا اظن ستكون تشعب يؤجج من الأزمة في نفس الوقت. انا اميل فقط للاطروحات الثنائيه الداخليه. أشكرك. لكن الاقليميه لا اعيرها. نعم، اشكرك سيد مصعب إن كنت تستمع لي. أشكرك سيد مصعب حمودي، كنت معنا من باريس عبر الهاتف، المحلل السياسي والمهتم بالشأن الليبي. أما في سرت، جهود إعادة الحياة إلى طبيعتها في المدينة تظهر بشكل واضح مع تزايد عودة الأهالي إلى ديارهم رغم معاناة القوة المكلفة بحماية المدينة من قلة الإمكانات ونقص الدعم. التقرير التالي والتفاصيل.
صرت تعود من جديد بعد افتكاك المدينة من قبضة عناصر تنظيم الدولة كمرحلة أولى. ها هي المرحلة الثانية تأتي متمثلة في عودة أهل المدينة إلى ديارهم. إحصائية نشرها المركز الإعلامي لعملية البنيان المرصوص تقول إن عدد الأهالي الذين عادوا إلى حي 700 وصل إلى 585 عائلة، في حين وصل عدد الأهالي الذين عادوا إلى حي رقم 3 وصل إلى 1025 عائلة. ولا تزال اللجان المكلفة بتسجيل العائلات التي تعود إلى مناطقها مستمرة في عملها، وذلك بعد الإعلان عن مناطق جديدة في سرت سيعود السكان إليها بعد تمشيطها. العودة إلى مقاعد الدراسة من المظاهر البارزة التي تظهر عودة الحياة في المرافق الحيوية إلى طبيعتها، رغم الصعوبات التي يواجهها الطلاب من حيث قلة الإمكانات ومباني المدارس المدمرة. وهذا ما صرح به آمر غرفة العمليات الميدانية في مدينة سرت أحمد أبو شحمة، مؤكدا أن قلة الدعم والإمكانيات باتت تشكل المشكلة الأكبر للقائمين على إعادة الحياة إلى طبيعتها في المدينة. لم تقدم أي شيء أو أي دعم أو أي مسؤول يعني قام بزيارة المدينة، سواء كان من المجلس الرئاسي أو من الحكومة لحد الآن. زي ما أنت شايف يعني صحيح أن حتى عودة اللاجئين والناس اليوم مفروض فيه دعم يعني لجسي من جهات المختصة اللي هي من الحكومة، بخصوص يعني تقديم الأدوية والمساعدات الدعم الجسي في الأكل والشرب واللباس وعدة احتياجات، لأن الأسرة هذه كانت نازحة في عدة مدن ورجعوا إلى بيوتهم. ما فيش حد يعني من المسؤولين صراحة من الحكومة قام بزيارة هذه المدينة، وهذا ما يجري في من استقبال هذه العائلات. في تجاهل لمقولة أن تحافظ على المكاسب أصعب من نيلها. إلى ذلك، استنكر المجلس البلدي سرت واقعة اختطاف عميد بلدية المدينة مختار المعداني ومرافقيه عادل ناجي وربيع محمد فرج يوم السبت عند مشارف طرابلس قادمين من مدينة سرت. وعرب البلدي عن إدانته لعملية الاختطاف من قبل مسلحين خارجين عن القانون، هدفهم الأساسي نهب المال العام وتعطيل مؤسسات الدولة والابتزاز والقتل بحسب البيان. وطالب الجهات الخاطفة بإطلاق سراحهم دون أي شروط، وحمل المجلس الرئاسي والجهات ذات العلاقة في طرابلس الكبرى المسؤولية والتحقيق في الحادثة. وفي ذات السياق، دان مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا مارتن كوبلر حادثة اختطاف عميد بلدية سرت مختار المعداني، ودعا في تغريدة له الجهات الخطيفة إلى الإفراج عن المعداني فورا على حد تعبيره. هذا وأعرب السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر ميلت عن قلقه بشأن خطف عميد بلدية سرت مختار المعداني واثنين من زملائه، مضيفا في تغريدة له على تويتر الاثنين أن الجريمة المنظمة تهديد لكل ليبيا. ومعنا عبر الهاتف السيد هنية سالم بخريس عضو المجلس البلدي سرت. سيد بخريس، 3 أيام تقريبا على اختطاف عميد البلدية، ماذا لديكم من جديد؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، السلام عليكم جميعا. بلغنا أمس صباحا بأن السيد مختار عميد بلدية سرت، سيد مختار، بأن اختفى من مساء يوم السبت من الساعة 8 مساء، ولا توجد أي أخبار عليه لحد هذه اللحظة. نعم. بالنسبة للمعلومات، صراحة لا توجد لدينا أي معلومات لحد هذه اللحظة، ولكننا كأعضاء مجلس بلدي نطالب الجهات الأمنية والعسكرية بضرورة اتخاذ إجراءاتها تجاه اختفاء عميد البلدية وتحديد مصيره. طيب، حول الحديث عن الإجراءات، سيدة هنية، هل تواصلتم مع الجهات المختصة لا سيما المجلس الرئاسي لمعرفة مصير السيد المعدني؟
قام بعض الأعضاء بالاتصال بالجهات المختصة، ولكن يعني لا من هناك أي رد من الجهات الثانية. نعم، طيب أنتم كمجلس بلدي هل لديكم معلومات عن الجهة الخاطفة ماذا يريدون من السيد المعداني؟ لا للأسف لا توجد لدينا أي معلومات عنها بالخصوص. نعم، السيدة هنية سالم بوخريس عضو المجلس البلدي سير، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. قال مراقب شؤون التربية والتعليم بسيرة مفتاح عبد الكافي إن أضرارا كبيرة لاحقت بعدد من المؤسسات التعليمية بسيرت بسبب الحرب على تنظيم الدولة، وأوضح أن مدرستي الهداية والثانوية الواقعتين بحي الجيزة البحرية بسيرت تعرضتا للدمار بالكامل، فيما تعرضت مدارس ومقار إدارات تعليمية أخرى لبعض الأضرار أيضا. وطالب مراقب تعليم سيرت المجلس البلدي سيرت ووزارة التعليم بضرورة تخصيص مبالغ مالية لصيانة المدارس المتضررة لتتمكن من استقبال الطلاب بالفصل الدراسي الثاني للعام الجاري. أكد مراسل ليبيا بانوراما في منطقة الجفرة تعرض القاعدة الجوية لقصف جوي من قبل طائرات تابعة لقوات حفتر مساء الأحد. من جانبها نقلت وسائل إعلام تابعة لحفتر عن مصادرها وقوع إصابات جراء القصف على القاعدة وبالقرب من حقل المبروك النفطي، في حين لم يتسنى لمراسلنا الحصول على تأكيدات بخصوص الأضرار من الجهات المختصة حتى الآن. طالبت مديرية أمن طرابلس جهات الاختصاص في المجلس الرئاسي بضرورة التدخل ومد يد العون لوزارة الداخلية والجهات الأمنية، وذلك لتمكين رجل الأمن من أداء مهامه في الوقت الذي أصبح فيه من يقوم بالجريمة يمتلك العدة والعتاد للوصول إلى مبتغاه. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي تناول فيه أو المديرية العديدة من المشاكل التي حصلت مؤخرا في العاصمة طرابلس. نوجه نداء للمجلس الرئاسي بتوفير الإمكانيات لرجل الشرطة حتى يتمكن من أداء واجبه، لأن زي ما نشوفه احنا يعني الشرطي أسلحة خفيفة، المجرم أسلحة ثقيلة، فما فيش توازن، يعني أصبح المجرم أقوى من رجل الشرطة. في الحالة هذه احنا لما نوفر إمكانيات لرجال الشرطة ونكسر هاجس الخوف من رجل الشرطة يقوم بواجب، لكن بالطريقة هذه نأسف جدا جدا ان احنا نقوله ان المجرم أقوى من رجل الشرطة في الوقت الحالي. هذا وأشار مدير أمن طرابلس صلاح السموعي إلى أن هناك خطة أمنية بالتعاون مع وزارة الداخلية لحماية العاصمة من قبل الإدارة العامة للأمن المركزي وأجهزة أخرى. الدوريات اللي موجودة الآن واللي تنفذ بداية الخطة هي دوريات التابعة للإدارة العامة للأمن المركزي ودوريات التابعة لمديرية أمن طرابلس. الآن بدأنا في تنفيذ الخطة من بدأنا من داخل المدينة وننتقلوا دائرة تم توسيعها إلى أن تشمل العاصمة بالكامل. في خطتنا هذه العاصمة نقصد بالعاصمة هي طرابلس الكبرى من بداية بلدية رأس الغزال إلى نهاية بلدية زنزور إلى بلدية قصب مغشير. عقد بالعاصمة طرابلس الاثنين الملتقى الأول للمجالس البلدية ومختاري المحلات مع مديريات الأمن والمنطقة العسكرية بطرابلس الكبرى برعاية المجلس الأعلى للمصالحة، وذلك في إطار وضع أسس وبرامج لتأمين العاصمة لما لها أهمية مثلى لكافة الشعب الليبي.
الجهود مبذولة الآن لوضع أسس ووضع برامج لتأمين هذه العاصمة، وإشراك مديريات الأمن ومركز الشرطة ورجل الشرطة في الشارع من أجل تأمين هذه العاصمة، حتى يطمن المواطن والشارع بأن هناك مؤسسات دولة موجودة للقيام والسهر على راحتهم وتأمين حياتهم. هذا ما نسعى عليه، وإحنا باسم اتحاد بلديات ليبيا واتحاد بلديات العاصمة نحن داعمين لهذا المشوار، ودائم البلديات هي الآن موجودة في دعم لمثل هذه المشاريع المهمة للوطن في هذه الظروف الصعبة وفي ظل انتشار الجريمة وجريمة المواطن. هذه النشرة متواصلة وفيها بعد الفاصل. الشركة العامة للكهرباء تعلن تشغيل الوحدة الأولى من مشروع محطة كهرباء الخمس. أهلا بكم من جديد. أكد مدير إدارة الإعلام والتوثيق بوزارة الصحة التابعة للحكومة المؤقتة معتز الطرابلسي في تصريح صحفي تعرض مسؤول إلى سطو مسلح بمدينة البيضاء، وأوضح الطرابلسي أن مدير اللجان المركزية بالوزارة الدكتور سامي عقل تعرض لسطو مسلح من قبل ملثمين هاجموه أمام منزله، مضيفا أن الملثمين الثلاثة قاموا بسرقة سيارته، مبديا استنكار الوزارة للحادثة ودعوتها كافة الجهات الأمنية إلى ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة. حذرت إدارة مستشفى عمر عسكر لجراحة المخ والأعصاب بمنطقة السبعة من تعرض العملية الخدمية لحالة شلل تام نتيجة عدم توفر بعض الأجهزة المختصة التي يحتاجها العاملون في تشخيص الحالات. وطالب المتحدث باسم المستشفى طارق السويسي في تصريح لليبيا بانوراما الجهات المختصة بدعم المستشفى الذي يتردد عليه المرضى من كافة أنحاء البلاد. وكان المستشفى وجه في يناير الماضي نداء استغاثة لحكومة الوفاق يطالبها بإيجاد حلول للوضع الصحي السيء. في ظل غياب الجهات المسؤولة تعاني أغلب المشاريع في مدينة سبها من قلة الدعم المالي، ما جعل عددا من منظمات المجتمع المدني وبعض الأهالي في المدينة يتبنون مبادرات لإنشاء بعض المباني والتي من شأنها أن تقدم أبسط الأمور الخدمية للمواطنين في المدينة. التفاصيل مع مراسلنا محمد البكوش. أطلقت مجموعة من الأهالي ومؤسسات المجتمع المدني مبادرات محلية لإنشاء عدة مشاريع خدمية، وعلى الأخص في مجال الخدمات الصحية، منها ما شارف على الانتهاء ومنها ما يزال قيد التنفيذ. أول هذه المبادرات قامت بها تنسيقية المجتمع المدني بمحلة القرضة، حيث تبنت إنشاء عيادة للولادة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ووصلت نسبة الإنجاز في المشروع إلى 90%. وأكبر هذه المشاريع هو مشروع إنشاء مستشفى تخصصي للنساء والأطفال في منطقة المهدية، ولا يزال المشروع في بداياته. وهناك وعود من بعض الجهات العامة لمساعدتنا لاستكمال هذا المشروع الخيري الكبير الذي سوف يكون صرح على مستوى كبير في جنوبنا الحبيب. ومن هنا أوجه نداء لجميع الجهات الخيرية، سواء كان من المنظمات المؤسسات المجتمع المدني أو المنظمات الدولية أو حتى من البلديات الأخرى داخل الجنوب، لأن هذا المشروع يخص منطقة جنوبية بالكامل. كل ما تعني هذه الكلمة وطنيين بالدرجة الأولى يسعى في أن يرى هذا المشروع النور.
ونظمت اللجنة المشرفة على مشروع المستشفى يوم أمس مؤتمرا صحفيا للتعريف والإعلان عن هذا المشروع. اليوم بانعقاد مؤتمر صحفي للتعريف بهذا المشروع الخيري لأبناء المنطقة الجنوبية عامة وبلدية سبها خاصة، وإلى كل الليبيين اللي الحقيقة يعانوا من قطاع الصحة. فكان هدف هذا المؤتمر الصحفي، وجهنا الدعوة إلى مخاتير المحلات والإعلاميين، كل القطاع الإعلامي سواء كانت القنوات المرئية والمسموعة أو المقروءة. مجهودات ذاتية لإنشاء مشاريع خدمية هي دليل على عجز السلطات المحلية والمركزية في تبني وإنشاء هذه المرافق الخدمية للمواطن. محمد البكوش لقناة ليبيا بانوراما، سبها. أعلن مصرف ليبيا المركزي عن انطلاق عمل منظومة إدارة النقد الأجنبي للأفراد بجميع الفروع والوكالات بالمصارف التجارية في كافة ربوع ليبيا. وأضاف المصرف في بيان نشره عبر موقعه الرسمي الأحد أن بإمكان أرباب الأسر تقديم طلبات شراء العملة الأجنبية إلى المصارف التي لديهم حسابات جارية فيها. كما أكد المصرف المركزي أن عمليات بيع العملة الأجنبية لأرباب الأسر ستستمر دون توقف حتى نهاية العام الجاري. تمكن العاملون بالشركة العامة للكهرباء الأحد من تشغيل الوحدة الأولى من مشروع محطة كهرباء الخمس الاستعجالي بقدرة بلغت 262 ميجا وات بعد إجراء الاختبارات التشغيلية لها، ومن المتوقع دخول الوحدة على الشبكة الكهربائية خلال اليومين القادمين، لتعزز الشبكة بدخول الوحدتين الأولى والثانية بقدرة 530 ميجا وات بحسب بيان الشركة. أقيمت بمدينة بني وليد ورشة عمل بعنوان الاتصال وكيفية التواصل بين الأفراد في المجتمع، حيث شارك في الورشة كافة شرائح المدينة. المزيد في التقرير التالي. للتواصل أهمية كبرى في التعايش السلمي والمدني، لذلك فإن مفوضية المجتمع المدني بمدينة بني وليد أشرفت على إقامة ورشة عمل لتعليم فن الاتصال وكيفية التواصل بين الأفراد في المجتمع. في الحقيقة هذا الموضوع مهم ومهم جدا، حيث أنه يعني يهم كل شرائح المجتمع، مهما كانت وظيفة الإنسان، مهما كان عمره، مهما كان يعني جنسه، فهو في حاجة ماسة إلى تعلم هذه المهارات المهمة جدا، وهي كيفية التعامل مع الآخرين. مديرون وموظفون ومواطنون أتوا إلى مسرح المدينة للمشاركة وحضور المحاضرات للاستفادة وإثراء معرفتهم في فن التعامل مع الآخر. مشكورين لمؤسسات المجتمع المدني والإدارات العامة داخل المدينة لاستجابتهم لهذا الطلب، واليوم والحمد أن بدينا في أول محاضرة تبدأ اليوم وبكرة إن شاء الله للتعرف والتعامل، كيف تتعامل مع الآخرين كموظفين كأشخاص. على مدى يومين ستستمر هذه الورشة في تقديم الإرشادات والمزيد من المعرفة بعلوم فن التواصل الذي يعد أحد ركائز السلم الاجتماعي المستدام. تكتب الأشياء باش تطلع. نهاية الثالثة وإلى عناوينها. عبد القادر مساهل يجتمع بوفد من الزنتان في الجزائر للدفع بالحلول التوافقية للأزمة في ليبيا. استمرار وعودة العائلات تدريجيا إلى بعض الأحياء بسر بعد تحريرها من تنظيم الدولة. إدانات محلية ودولية لحادثة اختطاف عميد بلدية سرت ومرافقيه. دمتم في أمان.